نفتح كتبنا على سفر النبي دانيال، دانيال 6. دانيال صاح السادس. آية 16. حينئذ أمر الملك فأحضروا دانيال وطرحوه في جب الأسود. أجاب الملك وقال لدانيال: إن إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. عنوان الكلمة في هذا الصباح بنعمة يسوع هو: هو ينجيك. هو ينجيك. كثير في وصايا في الكتاب يا أحبة، خاصة في سفر المزامير، رب نبهنا أنه ما نتكل على بشر. حتى بيقول: ملعون من اتكل على زراع بشر. ولا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني آدم، لأنه لا خلاص عندهم. ونحن منوقع كبشر بهالموضوع، ياما منتكل على بشر. وإن حدث أي أمر من هذا الإنسان مننصدم، منخاف، منيأس، وأحياناً منصير نشك بكل الناس، ومنصير نقول كل الناس مثل بعضها. من هيك الرب بيقول: ملعون من اتكل على زراع بشر. أنا ما عم أقول واحد ما يتكل كاتكال وقتي إنه يوثق ببيه، بأمه، بخيه، بأشخاص حواليه. الفكرة ما يخدوا مصدر حياته، مصدر رزقه، مثل ما كنا عم بقول خينا ربيع، إنه هو اللي معيشيني. قال: هو يعطيك القوة لاصطناع الثروة. اعتبر هول بدون يعيشوك. إذا صار لك شيء رح يعيشوك، إذا صار معهم شيء رح يعيشوك، رح يطلعوا منك دغري. دانيال كان واحد من هالأشخاص. كم واحد قاري قصة دانيال وقت اللي انكب بجب الأسود؟ كم واحد ما بيعرفها بعد؟ معلم، ما فيها خجل. أنا في وقتها زمن من الزمن ما كنت بعرفها. مين مش سامع عنها ما بيعرفها؟ قصة دانيال بجب الأسود. دانيال كان في السبي، وكان من الأشخاص المميزين روحيا، هو وثلاث فتيان، شدرخ وميشخ وعبدناغو، مشهورين بقصة أتون النار إذا بتتذكروا. وقت اللي أمر نبوخذ نصر ينعمل له تمثال من ذهب وكل شعوب مملكته تسجد له، أربعة رفضوا يسجدوا، ثلاثة كانوا شدرخ وميشخ وعبدناغو. بهالقصة ما ذكر دانيال، لكن أنا واثق كان دانيال عنده نفس الموقف. فهالثلاثة وقت اللي رفضوا كانت نهايتهم الحريق في أتون النار. والمفاجأة كانت للملك والشعب إنه كانوا في النار والنار ما هزتهم، حتى إنه الملك شاف شخص رابع في أتون النار وتفاجأ إنه منين إجا هيدا. وهيدي كانت شهادة إنه إله الأشخاص يلي رفضوا يطيعوا ملك أرضي تا يطيعوا إلههم الملك السماوي، إنه الرب حماهم وكان هو بيناتهم، كان هو معهم في وسط الأتون. دانيال بهالقصة كان لحاله. الملك داريوس كان عنده مملكة كبيرة، كان عنده حوالي 120 ولاية. كان عنده 120 شخص مسؤولين عن مملكته.
حط 3 مسؤولين عليهم، يعني كل واحد مسؤول عن 40. دانيال كان واحد. لاحظ الملك انه دانيال امين، اللي عم بيجيبه على المملكة ما في غلط ولا خطأ ولا شيء. هوليك كان يشيل عليهم عيوب، لدرجة فكر انه يقيم دانيال على المملكة كلها. شو صار؟ انقهروا هوليك 2. من هو هاليهودي العبراني يلي جاي يحكم ببلدنا؟ غريب وبدك تحكم؟ نحن دقناها بلبنان فترة بكسر. وين؟ غريب ومن تاكل هبرة؟ ممنوع. تاكل جلميء، بتاكل زور، بس تاكل هبرة ممنوع. هون الرب إجا بده يرفع دانيال، لكن هول 2 الولاة اللي معه قالوا لك هيدا غريب، بده يتحكم فينا، يصير هو مسؤول عن المملكة. عملوا عليه مؤامرة، والملك كان كتير بيحب دانيال، لكن حتى الملك ممكن يمرق عليه مؤامرات. نحن منفكر انه اذا ملك ما في شيء بيمرق عليه، ملك الملوك الوحيد اللي ما بيمرق عليه شيء، بس من هيك اذا بتتكل عليه بترتاح. الرائع بدانيال ما كان متلك على ملكه الارضي، بس كان يحبه ويحترمه، وكان امين بوظيفته. فقت عملوا عليه المؤامرة، جربوا يلاقوا عليه غلطة، سرقة، غش، تقصير من ناحية معينة، استلشى بوقته، استلشى بمعاملاته مع الناس، ما كانوا يلاقوا عليه قال ولا خطأ ولا عيب. طب بشو بدهم يمسكوه؟ راقبوه لفترة، لقوا في عنده مواظبة على شركته مع الرب، أمين بعلاقته مع الرب، وهن كانوا شعب وثني، كل واحد بيعبد إليه على ذوقه. وبتعرفوا كانت درجة بهديك الوقت، ممكن الملك ينصب حاله إليه مثل ما عملنا بوخذ نصر. فقالوا لك ما قلنا إلا بنمسكه على إليه. عملوا عليه مؤامرة وراحوا لعند الملك بحجة إنه بدهم يرفعوا مقام الملك بالعالم. قالوا له أيها الملك، أنت بتستاهل على شهر إنك تعبد، وكل إنسان بمملكتك يعبدك ويصلي لك، وعلى شهر يطلب منك البدويين إنك أنت إله المملكة كلها، وأي شخص بيرفض يصلي لك أو يطلب منك أو يطلب من إلهه أي طلبة بينرمى في جب الأسود. شو رأيك؟ عجبته الفكرة، قال لك هيك أنا بصير عظيم ومشهور، والكل بيجوا لعندي بيطلبوا مني، بشوف حالي. بس ما خطر عبال إنه هيدي مؤامرة ضد دانيال المحبوب، يلي سمته السماء الرجل المحبوب. هل الرب إذا اطلع فيك بيقدر يقول لك أنت أيها الرجل المحبوب؟ أو أنت بيقول لك أيتها الفتاة أو المرأة المحبوبة؟ بيقدر يطلع فيك بهالنظرة؟ أنك شخص مميز بعيونه؟ لأنه شهد الكتاب عن دانيال أنه كان أمين ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب. هل أنت أمين بوظيفتك؟ رح شارككم بقصة صارت معي أحبة، صدقوني مش للافتخار، لكن أنا تفاجأت بوقتها. في فترة من وقت كان البلد مكهرب ما في شغل، وشغلي مطرح ما كنت اشتغل وقف، اضطريت أترك بيت أهلي انزل على عين الرمين لتفتش على شغل. عدت عند إخوي لفترة ضيقت، ما في شغل وما بدي كنت أقل عليهم، كان صار لي بالإيمان 7-8 سنين. أحيانا أقعد بلا عشاء حتى ما تقل على الجماعة وضيقهم، لأنه كان عنده ولدين والأوضاع صعبة، يقول أنا ما بدي بقى تقل عليه. وصلت لمرحلة قررت صوم، قلت له يا رب مش حاطط لقمة بتمي قبل ما تدبر لي شغل.
يعني لو حبيبك عسل قال ما تلحسه كله. فشايف هالأخ كتير طيب معي وعطيني أوضة لحالي ببيته، بس قد ما كان قال اجعل رجلك عزيزة في بيت قريبك، وصية كتابية. فأنا ما حبيت كون تقيل، قلت له يا رب أنا مضايق. بقعدتي عنده وبتقلي عليه، يعني بكفي أنه عنده ولدين وأنا زيد عليه ما بدي. قررت أحب صدقوني صوم بدون أكل إلى أن لقي شغل، وصرت أبرم بهالطرقات وأسأل عن شغل. وصلوا إجري على جسر الباشا، من مطرح ما لقيت شغل. ربي نفس النهار دبر لي شغل، كأنه عم بيقول لي ما إلي قلب اتركك بلا أكل إذا بدك تتكل على ظروف هالبلد ولا بتقعد بلا أكل، ودبر لي بمحل بقدر آكل، سوبر ماركت. اشتغلت بسوبر ماركت، اشتغلت فيها 6 شهور، وقال لي إذا بدك تبلش بكرة، وإذا بدك بتبلش هلأ، وإذا بدك بعد بكرة الساعة اللي بدك. فقلت له أنا أعطيني وقت فكر، كأنه رب فهمني قال لي ما تفكر بلش. وبلشت بلا طول صغيرة. أتاري الموظفين اللي أنا عم بشتغل معهم، هيدا بياخد بيرة ببلاش من هون، قنينة ويسكي من هون، هيدا بياخد إشياء ممنوع ياخدها. وبلش تاري رقبهم صح السوبر ماركت وكشفهم، هيدا طردوا وهيدا طردوا، بقينا كم واحد مطرح ما أنا كنت عم بشتغل. وقعد يراقبني تشوف إذا أنا مثلهم، ما لقى علي شيء. وعرفوني أنه أنا شخص مؤمن من كنيسة إنجيلية، لحالي بمؤسسة مؤمن إنجيلي. تعرفوا هاي بالنسبة لبعض الناس المتعصبين مخرز، شو عم بيعمل بيناتنا؟ مثل دانيال، شو عم بيعمل بيناتنا؟ وكان حاطط صاحب السوبر ماركت مسؤول عن البرادات مطرح ما انا كنت هو بديره، واتاري هيدا تيديره بالحرب كان داير بيته. اي تاجر بيجي بده ينزل بضاعه، اذا ما بتشلي لبيتي انا ما بنزل لك. اي تاجر بيجي بتنزل لي بشل لك زيت، بتنزل لي بشل لك بيض، اي كان. وفي بضاعه انقطعت مثلا، في اجبان بطلت موجوده، اجبان الغنم، لبنة معزة، لبنة غنم، كله صار بقر 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 بقر. وبتعرفوا نحن أرخص البقر من الغنم. فقط انقطعت صار يحطوا على جبنة البقر ماركة غنم، الأشقوان البقر نص الآلي بيحطوا عليها غنم، لبنة بودرة بلدية. وغش يا بسام، كذب على الزباين. أنا هون بلشت بصراع، ومين كان عم بيراقبني؟ اللص الكبير يلي كان عم ياخذ من التجار لبيته كل شيء، مون بيته من التجار، وكانوا يترجوه تينزل بضاعه. بليز نزلنا شو ما كان، بيقول لهم بتشيلوا لي بدون برطيق، ما بنزلكم. كان بعدين انكشفت قصته. فاجى بده يحط على عيني بعد فتره لفتره، لقاني انا عم بتعامل مع زبونات بطريقه غامضه. صير أنا بدي هشله من الجبنة ومن اللبنة والبضاعة يلي بده يشتريها، إنه حرام، بدي دفعه حق جبنة بقر بحق غنم. هنيك نهار قال لي صاحب السوبر ماركت عايزك طلع لعنده. عرفت القصة، أنا ورا البراد قلت له يا رب أنت دبرت لي هالشغل وأنت بتدبر لي غيره، إذا بده يجبرني كذب كرمال وقية لبنة وقية جبنة يا محلى يهوذا، كن أنا أوطى من يهوذا. 30 من الفضة بتحرز، بس وقية لبنة وقية جبنة عار. وصدقوني الرب عطاني قلب أسد. طلعت قدامه لفوق، قال لي شو في بينك وبين فلان إنه هديك عم بتشك علي؟ قلت له يهوذا بيع المسيح ب30 من الفضة، انا تبيعه بوقية جبنة وقية لبنة ما رح اعملها، بدك اترك الشغل بترك، بس تتقل لي كذب وغش على الزبائن انا ما فيي ما فيي. عملتها مرة اثنين بس تعبت، ضميري تعب، ما بقى فيي.
طلع ب المسؤول المدير قال له هيدي هي القصه كلها. قال له ايه؟ قال له اتركه على نيته، وهداك بده يطيرني، مش عارف كيف بده يخلص مني. هيديك جن. قال له حط لي على المرتديلا والجامبو، اتركه. تعرفوا انا تفاجأت، انا كنت متوقع انه يقول لي الله معك. اعترف فيه بعد ناس بفتشوا على امناء، لانه قاسى قبل قد ايه في شغيلي سرقوه. اللي بدي اسالك ايه، ما تفكرني انا بوصل لدانيال، لا مش هذا قصدي، بس الامين ربي بيركو يا احبه، اذا فتش عليك صاحب الشغل بشغله بيلاقيك امين بوقتك بعطائك بالامور المسؤول عنها بين ايديك؟ هل بيلاقيك امين؟ دانيال وقت الرب لقاه امين ما تركه. لكن اللي رائع بدانيال كمان هو ما ترك الرب. وقت اللي عرف بالمؤامرة ما خاف، قال لي إذا شافوني هلأ عم صلي لكين بدون يحطوني بجب الأسود. يعني شو جب الأسود يعني؟ مرة حطوا على التلفزيون مشهد بي مع ابنه كان بفولكس فاجن كوكسينال، بفوتوا على حديقة حيوانات ما بعرف إذا حدا شايفها، مسموح يفوتوا بالسيارة بس ممنوع ينزلوا منها، بيتفرجوا على الأسودة عن مورة بس ممنوع ينزلوا من السيارة. هيدا البي قد ما حشري ابنه بالسيارة صغير معه كاميرا، لقى أسد نايم مغافي ومرتاح وضعه، قاعد يصور بهالأسد والأسد ما عم يتحرك. قال لك هيقتش آكل وشبعان، ومن ورا الإزاز الكاميرا مش عم تعطي الصورة نائية. قال لك خليني انزل صوره عن قرب، معلش هيقته وشبعان ما راح يقرب. نزل من السيارة قالوا لابنه يلا بابا انا برجع بس تصور الاسد وارجع. هلا الصبي شو بده يقول؟ سكر الباب ونزل البيت. نزل تا يصور الاسد، والاسد شافه قرب وعم بيصور هجم واكله قدام ابنه، ومطمن باله انه الاسد اكل. شاف الولد بيو عم يتشقف، فرجونا في كاميرات الولد رح يجن من السيارة مفجوع، بيو قدامه عم يتشقف. يعني ما تلعب مع الأسد، لو شفته شبعان ما بتقول هالمقولة، إذا شفت أنياب الأسد الليسي ظاهرة ما تقول الأسد عم يبتسم لك، لا عم بيسن سنينه عليك. دانيال ما كان ناطره أسد، أسود في جب، وين بده يهرب؟ يعني كان ممكن هذا البي لو تنقول لو كان عداء وسريع، تنقول لو بيقدر يركض يطلع على شي شجرة ممكن، مع أنه الأسد ممكن يلحق على الشجرة حتى، لكن دانيال ناطره جب فخ مبكل ما بيقدر يطلع منه. تعرفوا أنا من بعد ما عمل فيها هالضرب هيدا ما عاد طايقني، ثلاث ايام بيكشفوا صاحب السوبر ماركت انه عم ياخذوا من التجار بضاعه تينزل لهم البضاعه، انشحت من السوبر ماركت. ثلاث ايام عرفت انه عم يبكي، ثلاث ايام قاعد ببيته عم يبكي. وانا ما كثير كنت مبسوط بالسوبر ماركت، يعني ما انها الشغله يعني المريحه كل نهار بالرادات واقف على اجريك، لكن كان في فترة اتدخل ناس رجعوا رجعوه، لكن رجع بعد فترة طار كليا. قديش بتكون أمين؟ قديه رح تكتشف أمانة إلهك أكتر؟ إذا أنت بتقولي اللي بيشوفني بعيني بشوفه باثنين، الرب شو بيقول؟ وأنت إنسان ممكن تقصر، ممكن ايدك منها طايلة، الهك اعظم من هيك. والكتاب بيقول عن دانيال اذا بتقروا اية 23، قال لانه امن بالهه، كان عنده ثقة بالهه، ولانه عنده ثقة بالهه تعرض لهالامور يا احبة.
إياك تفكر إنه إيمانك بالرب بخلصك من تجارب بالحياة، إنه رح تتعرض لتجارب، رح تتعرض لضيقات، في ناس رح تكرهك، في ناس رح تحط رأسها براسك، في ناس بدها تطيرك، في ناس بدها تأذيك، لكن إيمانك بمين؟ بالملك؟ بتعرفوا الملك؟ وقت اللي عرف بالمؤامرة وإجت الشكوى على دانيال إنه عم بيعبد إليه ثلاث مرات بالنهار، قال اغتم وطار النوم من عيونه وقعد بلا أكل صايم وحاول المستحيل تيخلص دانيال. ملك فارس كان عم بيحاول يخلص دانيال، فشل. معقول يا ملك أعظم دولة بهديك الوقت يفشل إنه يخلص واحد من بلاطه، وزير من وزرائه؟ معقول؟ وبيحبه وعارفه أمين وبيتكل على إلهه؟ شو بدي أقول لك؟ لا تتكل على أي رئيس ولا على ملك ولا على مسؤول ولا على مدير ولا تحتقرهم. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. ما تفكر حالك ذكي، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. وقت اللي بتعرفه بتتكل عليه، اذا اي طريق انت بدك تسلكها غلط رح يقوم لك اياها، رح يجلس لك طريقك، رح يرجع يحطك في الطريق الصحيح. لكن كون أمين لإلهك، ثق بإلهك، هو ينجيك. الملك ما قادر يعمل شيء، وإجا الأمر وكبوا دانيال بجب الأسود، والأسود كانت جاهزة للأكل، جعانة مش نايمة يعني هيجة شرسة ناطرة أي ريحة لحم طازة دغري أو بيتي تكلها. تعرفوا هالآية؟ ملاك الرب يجول حول خائفيه وينجيهم. دانيال ما كان شايف الملاك قبل، لكن في جب الأسود الرب فتح عيونه إنه أنا بعت لك بادي جارد، منك لحالك. خليني أقول لك، في عليك حارس، في عليك ملاك جبار حارس، بس انت منك شايفه. هو عم بيخلصك، هو عم بينجيك، هو حواليك، لانك انت محط اهتمام الله الاب. ما تسترخص نفسك وتقيم نفسك مثل ما الناس بتقيمك، اذا حلو ولا متعلم ولا معك مصاري ولا معك سياره ولا بتلبس ثياب سينيه ولا بتتعلم بهالمدرسه ولا قاعد وعندك بيت او عندك فيلا. ما تقيم نفسك هيك يا أحبة، هيدا مقياس البشر الساقطين، لكن مقياس الله انك انت على صورته ومثاله. مدفوع حقك دم ابن الله، انت مدفوع حقك سلف من 2000 سنة، من 2000 سنة. ولو مش عارف قيمة نفسك، ما هو صانعك وجابلك، انت صنع ايديه، وحقك مدفوع من 2000 سنة دم ابن الله الحي. حمل الله يلي مات على الصليب عنك وعنك. ما تمنك بمال ولا بجاه، صدقني السما بكل مجدها وجواهرها لا تقيم نفس انسان. اياك تفكر ممكن اي مال او غنى او حتى مجد في السما يفوق قيمه الانسان. بس ابليس كذاب، دائما بصور بعيوننا قيمتنا بحسب ما الناس بتقيمنا، خاصة إذا كان شي إنسان غني متعلم إنه وعطاني رأيه وأنا معجب فيه، أو شي فنان شي ممثل. ما تنخدعي يا خيي، ما تنخدعي، قيمتك بدم المسيح، قيمتك بدم ابن الله الحي، سفك دم وحياته كرمالك، هيدي قيمتك.
لكن إذا بتعرف قيمتك رح تعرف تعيش، ورح تعرف تكون أمين لإلهك، ورح تعرف إنك مفروض تحس بدين على حياتك كل عمرك للإله اللي دفع حقك. مثل ما كان يصير بالعهد القديم مع العبد، قال كان يخدم عند سيده 7 سنين، بعد 7 سنة كان يلقى حر. بس قال إذا العبد قال أحب سيدي وما بتركه لسيدي، قال كان يحطوا له شحم دينته على باب سيده، وعلى الباب يبخشوا له إياها بالباب، إنه أنا أمين لسيدي وهيدي العلامة. الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند. تفتح دينتك للرب دايما، تفتح قلبك لإله دايما، كن على تواصل معه دايما، على تواصل مع كلمته. ما تعيش على البركة على راسك، ما تعيش. قال يا بني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي كلمتي، لأن هيدي سراج لرجلنا. أمين. ما فيك تعيش أنا مثل ما أهلي ربوني وجدي ربيني وستي علمتني والمجتمع خبرني وهيك ربينا. السماء والأرض تزولان، لكن كلام الله لن يزول، لن يزول. ومنعرف شو صار، كبوه لدانيال بجب الأسود. تعرف شو يعني كبوه؟ يعني كبوه، عم بكبوا وزير، مش قالوا له انزال، مسكوه ورميوه، يعني خلص انت صرت شقفة لحمة للأسود. لكن كل الليل دانيال نايم، يلي في جب الأسود مع الوحوش والملك منه نايم، يلي بقصره ملك في قصره مش قادر ينام، ونبي ووزير في جب الأسود نايم على 7 خرزات. الله سد أفواه الأسود بملاك واحد. تتعرف أنه وقت الله إذا بيعت لك ملاك، تصور ما بيقدر يشتغل لك بس مع كائن واحد، بيقدر ينفعك مع كذا كائن. يعني كم واحد هجمين عليك؟ كم واحد بدهم يأذوك؟ كم واحد مخطط عليك؟ إلهك أدى وقدود. ما تقول ربنا شو بده يلحق؟ أحيانا بسمعها مني، طب شو بده يلحق ربنا؟ بيلحق. إذا الملاك لحق ومخلوق، الله ما بيلحق. أهم شيء يا أحبة، أهم شيء تكون أمين لإلهك يلي هو أمين معك. صدقوني يا أحبة، إذا منعرف إبليس قديش حاطت علينا خطط ومؤامرات تيفنينا ويقتلنا كأولاد للرب، منقدر إلهنا أكتر. وإذا منعرف قديش إبليس بخاف منا وبخاف من وجودنا في أماكن معينة، منقدر إلهنا أكتر. وإذا منعرف قديش إلهنا حاطط لنا وعود لخيرنا في الكتاب، خطط خير وسلام لشر، منقدر إلهنا أكتر. بس قديش أنت أعمى عن الحقيقة، بتلوم وبتنق وبتتزمر وبتتشكى، وإيمانك بيتقلقل، وخطواتك مع الرب بتتقلقل، وعلى طول بتتشكى للناس ومش عارف شو بدك تعمل. دانيال وقت اللي اجت المؤامرة عليه، بتعرف شو بقول الكتاب؟ قال راح لأوضته وفتح الكوة كعادته، ما راح قاله للملك، قال له عاملين علي مؤامرة، وما قعد يخبر حدا ولا خبر أي إنسان. راح قاله للرب، بشكرك وبحمدك لأنك إله صالح وكلي القدرة. ما عمل شيء، توجع لإلهه بس. تعرفوا هيدي الرب شاف له إياها؟ لأنه ما حط ثقته بتراب، حط ثقته بصانعه، بجابله، بمخلصه، باللي هو حطه في هيدا المنصب. هو عارف، ما أجا صدفة على هالمنصب، كان ترتيب إلهي. إذا بتقرأ أول سفر دانيال بتعرف أنا شو عمل لك، لأنه كانوا أمنا مع الرب، الرب رفعهم
وجعلهم من عظماء المملكة. فحص نفسك في هذا الصباح، هل سلوكك، لسانك، أفكارك، لباسك، رديت فعلك، اتجاه قلبك، أمانتك عم بتكون بركة للي حواليك؟ هل اللي حواليك عم يتأثروا منك إيجابياً تيقولوا لك من هو إلهك؟ والله الله يخلصنا منه. ممكن تتلاقى مع ناس وانت عايش بهالأسلوب الأمين ودقيق مع الرب ما يحبوك. هول الناس بيكونوا أشرار، ما بيحبوا يعيشوا للرب، عايشين من وراء طرق الملتوية. في ناس هيك يا أحبة بيتبكتوا، بينزعجوا من حياتك. لكن رح يكون أيضا في ناس حابين يعرفوا من هو ربك. الملك كان واحد منهم. تاني يوم الملك راح على جب الأسود وقال لك راح دانيال واختفى دانيال. خسرت واحد من أمناء وزرائي ويلي كان مقرر يحطه على المملكة كلها من بعده دغري. قال لك خسرته، لكن كان عنده بصيص أمل. مثل ما قال له، قال له هل قدر إلهك يلي بتعبده إنه ينجيك، ولا مثل إلهتنا نحن اللي بنعبدها؟ يا رب تيجي في عينه بتزبط ولا ما بتزبط؟ شو كانت النتيجة؟ بعرفه. مفاجأة للملك وصدمة لاثنين هوليك اللي عملوا عليه المؤامرة. من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. سفر الأمثال. ما صدق الملك إنه دانيال حي، لكن هيدي كانت شهادة إنه إلهه حي. من هيك دانيال بقي حي. شو بيقول لنا يسوع؟ إن كنت أنا حي فأنتم ستحيون. عرف ساعتها داريوس إنه إله دانيال هو الإله الحي الحقيقي، وإلهتهم هني أصنام وتماثيل بكم خرساء وعمياء لا تتحرك ولا تتنفس ولا تمشي ولا تذق ولا تجس ولا تشم. عرف منو إلهه. تعرف شو كانت النتيجة؟ جاب هول الاثنين اللي عملوا عليه المؤامرة مع أولادهم ونسوانهم وكبهم في جب الأسود. المؤامرة اللي عملوها لدانيال مش طلعت فيهم، طلعت بحيالهم. بيقول الكتاب قال ما وصلوا إلى فم جب الأسود، قال حتى الأسود كسرت عظامهم. تعرفوا فك الأسد قد ايه بيكسر كم طن؟ شيء مش طبيعي. عظامهم اتكسرت كانوا عم بيقرقشوا كورن فليكس. لكن الكتاب بيقول قال هشموا عظام تهشيم. هني ولادهم يلي تصوروا كم اسد كان فيه تياكلوا عائلتين. كم اسد يعني كان دانيال لو عيش بلا الرب وصار معه هالموضوع ما كان كفى الاسوده، كانوا ضلوا جعانين. تتخيل معي؟ قال أول ما وصلوا لجب الأسود قال الأسود هشمت عظام، ما بقي منهم شيء، ما بقي منهم شيء. والنتيجة شو كانت؟ لكن شو كانت النتيجة؟ آية 25 إذا بتحبوا تقروها. ثم كتب الملك داريوس إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها، ليكثر سلامكم من قبل صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون، يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال. ما كنا عم نرنم شوي. لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد.
ملك وثن اعترف من تمه بالإله الحي الحقيقي إله دانيال. من وراء مين؟ من وراء حياة دانيال وسلوك دانيال وأمانة دانيال. وملكوته لن يزول، شو عرفه؟ وسلطانه إلى المنتهى، شو عرفه؟ أي ملك اعترف بهالشيء؟ ولا ملك. هو ينجي وينقذ ويعمل الآيات والعجائب في السماوات وفي الأرض. هو الذي نجى دانيال من يد الأسود، فنجح دانيال هذا في ملك داريوس وفي ملك كورش الفارسي اللي اجى من بعده. شفتوا قديش الرب بيركك؟ بتكون بركة للأجيال اللي بعدك، وبتكون مثال، وبتكون رابح للنفوس. احنا شو هدفنا من وجودنا على الأرض يا أحبة؟ بس نخلص نفوسنا؟ كن أنانيين؟ شو السماء النجاج؟ ما بيكفي إلا لكم واحد؟ وقول عتاب قال السماء السماوات لا تسعك يا رب، يعني السماء بتساع، ما تخافوا، مثل ما جهنم بتساع السماء بتساع يا أحبة. إذا الكتاب بيقول قال جهنم، قال بتوسع أحشائها تتستقبل اللي عم يجوا لعندها. تصوروا، قال جهنم بتتوسع، يعني ما بيجي يوم بتقول أنا خلص ما بقى ساع ناس هالكين أبدا. كم بالحري السماوات، كم بالحري. والرب يا أحبة نحن صنعنا وجبلنا وفدينا حتى نكون أبناء السماء، واللي حوالينا نربحهم للسماء. انت فكر من كم سنة لورا، لو الأشخاص اللي انت ما خبرتهم وبشرتهم قديه كنت خسرت، قديه في إخوة طيبين كانوا بركة لك وربحوك، وقديه مفروض انت تكون بركة وطيب تتربح غيرك. ما تكون أناني، أنا بس بدي أخلص. تعرف الرب شو بيقوله لحزقيال؟ قال له إذا بشرت الخاطئ وما تاب، دمه بطلبوا منه، دمه عراسه، هو استهتر وما أجى لخلاصي، ما أجى لعندي. من هيك الرب التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس غيري مخلص. قال لكن إذا بشرت الخاطئ وتاب ورجع عن شره، قال ما بقعد بطلب دمه منك وبيكون نجيته، كن بركة لقلو. لكن إذا ما بشرته للخاطئ ومات وهلك في إثمه، قال بطلب دمه منك. أنت كنت مفروض تكون بركة له، مفروض تكون مؤثر وتربحه وتسأل عنه، مفروض تشوف مين الشخص العطشان، مين الشخص يلي عم بفتش على الحقيقة، مين الشخص اللي عنده رغبة يعيش حياة حقيقية صحيحة. تكون أنت قدامه بحياتك، بسلوكك، بأفكارك، بعيونك، بشكلك، بداخلك. تعرف يا أحبة، سامحوني، في ترجمة فان دايك أنا اللي بحبها أكتر، آية بالتفسيرية برومي 12 بيقول الكتاب ولا تشاكلوا هذا الدهر. بفان دايك جاي بالأصل بل تغيروا عن شكلكم، مش مذكورة بالتفسيرية، معلي سامحوني عليها، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. جدد ذهنك بيتغير شكلك. تعرف ساعات إذا شكلك ببين أنك مؤمن، قديس، بار، بركة، ما تقول أنا بس من جوا، ما تعمل مثل لوط قال حياتي بتخبر أهل صدوم وعمور أنه أنا مؤمن. مين ربيح؟ ما حدا، ما حدا من أهل صدوم وعمور. كون قدوة ومثال وبركة، عندها هو ينجيك وينجي غيرك. أمين. ربي يبارككم يا أحبائي.